بسم الله الرحمن الرحيم. سنقوم بتصميم موقع لعرض خطة شبكات الحاسوب مقسمة على 4 فصول. أول شيء هنعمله هنعمل إعداد موقع، بعدين إنشاء قالب، بعدين إنشاء صفحة من القالب. والصفحات هذه هتكون مقسمة كالتالي: صفحة رئيسية، وصفحة عشان أعرض فيها مساقات الفصل الأول، صفحة ثانية عشان أعرض فيها مساقات الفصل الثاني والثالث، وهكذا. في الأخير هعمل صفحة أعرض فيها صور، كمان ممكن أنشئ صفحة، أو سنقوم بتطبيق قواعد CSS. أول حاجة بدي أفتح البرنامج من هان، بدي أسوي مانج سايت. قبل ما أسوي مانج سايت بدي أختار لي مكان على الدي بالشكل هذا، أو في الإي هنا في تطبيقات إنترنت وبريد إلكتروني. بعمل لي مجلد بسميه موقع خطة الشبكات، تمام. في داخل الموقع هذا بدي اعمل مجلد ثاني عشان الصور، اسميه صور او ايميجز، تمام. الان من البرنامج بدي اصل للموقع هذا، فبروح عندي دريم ويبر سايت من هان، او من سايت نيو سايت. وين خزنته؟ في الاي، هاي الموقع اللي انا انشاته عشان اخزن فيه صفحات الموقع تبعي. اخترناه سيلكت، وانا ممكن اعطيه اسم عشان استدل موقع انا اوبشنال، موقع خطة الشبكات، اقول له سيف. بلاحظ هاي الموقع فاضي، فيش فيه لسه ولا صفحة. اول صفحة بدي اسويه فيها اللي هي قلنا القالب، بدي اعمل قالب حسب هنا ما احنا خططنا. قلنا في الاول احنا الخطوة الاولى اللي عملناها اللي هو اعداد موقع، بمعنى انه حطيت مجلد في مكان على القرص، وحددت مجلد تخزن فيه كل الموقع تبعي، كل صفحات الموقع. بدي انشئ بعد هيك قالب، بروح بفتح صفحة HTML، تمام. الصفحة هذه بدي انشئ فيها جدول وقسمه لهيدر وفوتر وكونتينت، وقائمة يمنى وقائمة يسرى. فهي عندي جدول، الجدول بدي اخليه 3 صفوف وثلاث اعمدة، ويشمل 85% من الصفحة تاعت الانترنت. بديش بوردر يظهر، 0، تمام، واوكي. طبعا انت لاحظ انا لما انشأت جدول هاي ظهر لي ايقونة اتحكم فيه، هين بادي تبع الصفحة، وهين عشان اصل للجدول. طبعا الجدول له خصائص، هنا من ضمن الخصائص الاتجاه، لما اجي اكتب بداخل الجدول بدي اياه يكون من اليمين لليسار، فبختار رايت تو ليفت، بروح على الدايركشن وبختار رايت تو ليفت. مكان الجدول بدي اياه يكون في السنتر، لاحظ هيو اجى على وسط الصفحة، الجدول اجى على وسط الصفحة. بعد هيك بدي اعمل دمج لأول صف، باجي هان هاي اشارة الدمج ميرج، عشان هنا بدي اعمل هيدر. وفي الاسفل في اخر سطر في الجدول بدي اعمل برضو دمج عشان الفوتر، تمام. المفروض اجيب صور هنا،
عشان احط صوره بكون انا مجهزها طبعا سواء على الفوتوشوب او الكورل درو بحيث انها تكون ثابته كهيدر في التمبلت وللموقع كله وللفوتر. فانا اي صوره باجيب مبدئيا بدي اجيب اي صوره من صور، هاي في صور كثيره، بختار اي مجموعه صور، هاي في هيدر جاهز، ممكن نختار هذا الهيدر، اختاره كنترول او هذا، كل هذول ممكن ينفعوا كهيدر، وبعمل نسخ، بروح على المجلد تبعي اللي حطيته في الاي وحطيت فيه هايو، حطيت فيه مجلد عشان الصور لصق. تمام، بدنا صور للفوتر كمان، بدنا صور للفوتر، هذه ممكن تنفع للفوتر، هاي كوبي وهي بيست. لاحظ انا في البرنامج باجي بعمل ريفريش، هنا الصور هاي ظهرت في الايميج، بنختار الصورة هذه واحطها في الهيدر بالشكل هذا، اوكي كمان اوكي، شبكة نغم الانشادية بظبط الهيدر، برضو الفوتر بالشكل هذا، هذا الشكل العام تبع الموقع تبعي حيكون الفوتر. طبعا هاي مش مناسبة كتير الصورة لكن كمثال عندي الفوتر بالشكل هذا، والفوتر غالبا بيكون فيه حقوق الطبع والامور هاي. كمثال عندي صورة ثابتة حتكون في الهيدر وصورة ثابتة في ال في الفوتر. الآن بدنا نعمل القائمة اليمنى في الصفحة عشان أعممها. هنا حتكون عندي الصفحة الرئيسية، بعدين مساقات، طبعا حسب ما أنا كم صفحة بدي أعمل حسب ما خططنا، هنا حيكون في صفحة للرئيسية، صفحة للفصل، مساقات الفصل الأول، الثاني، الثالث، والرابع، حيكون في عندي ألبوم صور. تمام، إذا عندي صفحة، صفحتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ست صفحات. فهنا ممكن احط هان ثلاثة وهان ثلاثة، الصفحة الرئيسية، بعدين مساقات الفصل الأول، مساقات، أو عشان يصير في ترتيب أكثر أنا ممكن أدرج جدول هنا في المنطقة هذه، المنطقة هذه ممكن أحط جدول، أو خلينا على الجهة الثانية عشان يصير في تنويع. مساقات الفصل الثاني، ثاني مساقات الفصل الثالث، مساقات الفصل الرابع. هنا بدي أدرج جدول، من عمودين وصفين، حدمج هان الصف الأول طبعا من هان، حكتب هان ألبوم صور، ممكن هان أعمل صفحة المدير، مدير الموقع، طيب الآن بدي أنشئ الصفحة هذه، بس قبل ما أنشئ الصفحة هذه بدي أعمل الصفحة هذه كأز تيمبلت، بدي أعمل قالب على أساس هذا الشكل العام يكون عندي بالشكل هذا. كيف بدي أعمل قالب؟
بدي اروح فايل، بعدين سيف از تيمبلت. الان بدي اعمل القالب هذا عشان اي صفحه انشئها يكون في عندي الهيدر والفوتر والكونتنت، القوائم ثابته عشان اقدر اتنقل بين الصفحات بسهوله. سيف از تيمبلت، بعطيها اسم مثلا خطة الشبكات وبقول له سيف. المرة الجاية الآن بدي أصمم الصفحات، صفحة رئيسية من هان، بدي أروح الفايل نيو بقول له بيج فروم تيمبلت، هاي التيمبلت تبعي اللي أنا عملته وبدي أعمل منه صفحة. طبعا هنا لازم يكون صح أبديت بيج وين تيمبلت تشينج، يعني هذا معنى الكلام أي تعديل أنا بعده في التيمبلت بده يتعدل على الصفحة هذه. كرييت، هاي صفحة. لاحظ أنا هنا بقدرش أعدل أي حاجة، التعديل كله بيكون وين؟ في التيمبلت. هاي التيمبلت أنا مسميه خطة الشبكات، الصفحة هذه لسه ما سميتهاش، بدي أسميها الصفحة الرئيسية. بقول سيف. لاحظ أنا وين؟ في موقع خطة الشبكات، هذا الموقع بدي أسميه هاي الصفحة الرئيسية. سيف، هي نزلت لي هنا، هذه صفحة من التيمبلت. لاحظ انا بقدرش اعدل الصفحة الرئيسية هذه، بقدرش اعدل عليها اي حاجة، التعديل بيكون بس في التيمبلت هنا. هان لو كتبت المحتوى وعملت سيف هيسألني بدك تعمل سيف على باقي الصفحات، قول له اوكي، ابديت، كلوز. لاحظ انا كتبت هنا محتوى، طبعا لازم تعمل هنا سيف كمان، هاي كلمة محتوى اجت هنا. طب كيف انا بدي اعدل هنا؟ لازم احدد المنطقة هذه. كيف بدي احددها؟ من خلال التيمبلت، بروح على التيمبلت والمكان هذا بروح على انسيرت، وفي عندي تيمبلت اوبجكت، وبختار editable region او المكان اللي انت ممكن تعدل فيه، بضغط عليه وبسميه مثلا المحتوى. اوكي، فهان لاحظ لو اعمل انتر هذا المكان بقدر اعدل فيه في الصفحات الثانيه. هنا انا في التيمبلت بقدر اعدل وين ما بدي، بس انا دخلت المكان هذا هنا عشان الصفحات الثانيه زي الصفحه الرئيسيه قبل كانت ملكده، قبل هان ملكده، بدي اكتب في المكان هذا، عشان هيك انا نزلت editable region. لا لسه ما حفظتش، لما احفظ اعمل سيف. أنا بسألني بدك تعمل تحديث للصفحة هذه؟ قول له نعم. الآن بعد ما عملنا تحديث، شوف الآن بقدر أكتب، هان بقدرش أكتب، بقدرش أعدل هان. أنا ممكن أكتب الصفحة الرئيسية للموقع من خلال الصفحة نفسها. الآن بحتاجش أعدل هناك في التيمبلت، خلاص عدلت هنا، لكن هان بقدرش، هان بقدرش، هان بقدرش. واضح؟ في شغلات انا سايبها اختياريه ممكن يتعدل فيها زي المحتوى، لكن في شغلات ثابته بدي اياها تبين لي شكل الموقع العام. واضح؟ اي تعديل بدي اعدله في المناطق هذه الملكده لازم اروح على التيمبلت. هنا بغير الصوره، هنا ممكن اعمل روابط زي ما احنا هنشوف الان، بس في الاول خلينا قبل ما نعمل رابط نكمل باقي الصفحات. بدنا نصمم صفحة للفصل الأول، وصفحة للفصل الثاني، وصفحة للفصل الثالث، وصفحة للفصل الرابع، وصفحة لألبوم الصور. بروح على فايل نيو وبيج فروم تيمبلت كرييت، هذه بدي أحفظها وأسميها، أحفظها في المجلد تبعي في الموقع تبعي وأسميه مساقات الفصل الأول، فصل سيف هان الفصل الأول. سيف، هي نزلت لي هنا الفصل الأول. بدي أعمل كمان صفحة للفصل الثاني برضه بيج فروم تيمبلت. لاحظ هنا ممكن بلانك بيج، بلانك تيمبلت،
أو صفحة من تيمبلت. أنا بدي صفحة من تيمبلت عشان الفصل الثاني. سيف الفصل الثاني، سيف. هاي نزلت لي هنا برضو. لسه بدنا الفصل الثالث والرابع. بروح مرة ثانية نيو كرييت، بدي أسميها الفصل الثالث. سيف كمان واحدة نيو كرييت، تحفظها الفصل الرابع. الفصل الرابع سيف. لاحظ كلهم بيظهروا عندي هنا. كمان ألبوم صور، صفحة لألبوم صور كرييت. هان بدنا نحفظها باسم ألبوم صور. سيف. بدنا كمان صفحة عشان صفحة مدير الموقع. كرييت. صفحة مدير الموقع. لاحظ كم صفحة صار عندي. صفحة، صفحتين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة. اللي احنا خططنا نسويهم هاي عملنا لهم روابط. كيف بدي اعمل روابطهم؟ بروح على التمبلت. انا ما بقدرش اعدل في اي صفحة من الصفحات هذه. التعديل بالنسبة للقائمة اليمنى والقائمة اليسرى، بروح على التمبلت. انا في التمبلت بظلل الصفحة هاي وبروح على اللينك، وفي عندي هذه الساعة بسحبها. وين هنا الصفحة الرئيسية؟ بأشر على الصفحة الرئيسية بقول له اوكي. هي صار في عندي، صار في عندي رابط. باجي هنا على النص الثاني وبروح على اللينك وبربط الفصل الأول. بأشر على الفصل الأول بالشكل هذا، صار في عندي رابط. بعدين نفس الطريقة بكمل باقي الصفحات عشان أعمل رابط للفصل الثالث. الفصل الثاني، بعدين الفصل الثالث. لا هنا في لخبطة. احنا هان المفروض أشرنا على الفصل. شوف كيف بدي أمسح، بأظلل وبمسح اللينك فبيروح الفصل الثاني. أشرنا على الثالث فبدنا نعدله. وين صفحة الفصل الثاني؟ هي تحت هيها. تمام. الفصل الثالث بنفس الطريقة، بروح على اللينك وبسحب هاي الفصل الثالث. بعدين الفصل الرابع، بأشر على الفصل الرابع. الآن ألبوم صور على اللينك وبأشر على ألبوم صور. صفحة مدير الموقع، هاي صفحة مدير الموقع. طبعا انا كلهم نفس الشكل عشان اميز بينهم. يعني خلينا بس ندخل نص في الصفحة الرئيسية. كتبنا الصفحة الرئيسية الفصل الاول، هان نكتب الفصل الاول. الفصل الاول هان نكتب الفصل الثاني. وهان بنكتب الفصل الثاني، الثالث، وهنا بنكتب الفصل الرابع. هنا بنكتب ألبوم صور. هنا بنكتب
صفحة مدير الموقع. خليني اختبر الموقع بس بعد ما اعمل سيف. اي سيف اول. ابديت. اوكي. الان اي صفحة من الصفحات هذه. طبعا بدك تلاحظ شغلة. ان انا لازم مرتين اعمل سيف. تمام. بدك تلاحظ شغلة، انا لو عملت تشغيل، لو فتحت الصفحة، صفحة التمبلت في الاكسبلورر مش حتفتح معي، لانها ما بتشتغلش على الاكسبلورر. لكن الصفحات التانية، اذا الصفحة الرئيسية والصفحة الاولى اللي انا اخذتهم من التمبلت بتفتح. عشان هيك لازم تختار اي صفحة غير التمبلت عشان تفتحها في المستكشف. باجي هان على المستكشف وبضغط. لاحظ هاي، انا وين في الصفحة الرئيسية للموقع اللي هي هذه. بدي اروح على الفصل الاول، مساقات الفصل الاول، اين في الصفحة بتاعت الفصل الاول. بدي اروح على مساقات الفصل الثاني، بضغط هنا. مساقات الفصل الثالث، بضغط هنا. مساقات الفصل الرابع، الفصل الرابع. البوم الصور، هي البوم الصور. صفحة مدير الموقع، هي صفحة مدير الموقع. هيك انا عملت الشكل العام للموقع، من روابط انا محتاجها، من هيدر موجود شكل ثابت، ومن فوتر موجود، قائمة يمنى قائمة يسرى. هذا الشكل العام للموقع، حيتكرر في كل الصفحات. اللي حيتغير بس في الكونتينت، في المحتوى، حيتغير من صفحة لصفحة بس في المحتوى. هيك انا يعني بقدر، بس يعني عشان ما يطولش المحاضرة بدنا نوقف، بعدين نعطي جزء ثاني عشان نكمل لباقي الأهداف تبعتنا. هان حسب ما احنا عملنا أهداف، هاي الصفحات لحد هنا تمام. لحد هنا. الآن بدنا نعمل اللي هو CSS. حيكون في عندي تطبيقات ثانية اللي هي هنعمل تفاعل. بين المستخدم وصفحات الموقع من خلال البيهيفير، من خلال تول موجودة في الدريم ويفر اسمها بيهيفير. تمام. هاي تتعامل مع الجافا سكريبت، يعني الكود اللي بتضيفه على الموقع تبعي يعتبر جافا سكريبت. واللي بيميز الجافا سكريبت انها بتخلي فيه تفاعل بين المستخدم وبين صفحات الموقع. كيف تفاعل؟ يعني مثلا بده يضغط على صورة معينة، تعطي حركة معينة، تفتح في صفحة لحالها، او تتلاشى، او تعمل وميض، او تعمل حركة. فعندنا الجافا سكريبت متخصصة في عمل سكريبتات خاصة بالتفاعلية بين المستخدم وصفحات الموقع. خلينا نحفظ الدرس ونكمل في درس تاني. قلنا Shift F10.